أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. هنبدأ من محافظة قنا واللي فيها تم الإعلان عن تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي الأحدث على مستوى الصعيد خلال أسابيع. أما في البحر الأحمر فتم تخصيص ألوان وخطوط مميزة لسيارات الأجرة. كمان في محافظة المنيا تم تقديم 144 ألف خدمة صحية بوحدات الرعاية الأساسية والمراكز الطبية. وفي أسوان تم فصل التيار الكهربي على كسرات الذهب المخلفة. تفاصيل أكتر نتابعها. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة قنا أعلنت أن مركز علاج الأورام بصدد الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة لبدء تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي خلال أسابيع قليلة لأول مرة في محافظة قنا، وهو الأحدث على مستوى الصعيد، مما يساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على المرضى وتوفير كافة احتياجاتهم وتخفيف أعباء الانتقال للمحافظات المجاورة، حيث سيقدم خدمات طبية متميزة للمترددين والمرضى المسجلين به. وهو ما ساهم في زيادة إقبال المرضى لملامسه من جودة الخدمة المقدمة وتحقيق الرعاية الكاملة ليهم والتقليل من قوائم الانتظار. كمان إدارة مرور البحر الأحمر أطلقت مبادرة تنظيمية لسيارات الأجرة في إطار الجهود المبذولة لتنظيم حركة السير وتعزيز الانضباط المروري ضمن حملات تنظيمية شاملة تستهدف تنظيم خطوط سير سيارات الأجرة في المحافظة. تضمنت الخطة الاستراتيجية للحملات تخصيص لون محدد لكل خط سير مع وضع صورة واضحة ورقم مميز لكل خط، مما يسهم في تسهيل معرفة خط سير كل سيارة أجرة بكل وضوح من قبل الركاب وإدارة المرور على حد سواء. أعلنت محافظة المنيا إن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية اللي بتقدمها حملة ميتيوم صحة بالمحافظة بلغ 144 ألف خدمة صحية خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 12 أغسطس الجاري بوحدات الرعاية الأساسية والمراكز الطبية، وده في إطار الاهتمام من قبل القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين. فأسوان شنت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية حملات استهدفت فصل التيار الكهربائي عن 12 كسارة مخلفة للذهب، وتم قطع الكابلات الكهربائية المغذية لهذه الكسارات وتم مصادرتها، وده بالتعاون مع الفنيين بشبكة كهرباء الرديسية. أعلنت محافظة الفيوم عن تشكيل غرفة عمليات لتسريع وتيرة العمل بملف التصالح وتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها في إطار حرص المحافظة على إنهاء هذا الملف الحيوي في أسرع وقت ممكن وتيسير الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، بجانب تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بطلبات التصالح المقدمة والتواصل مع الجهات ذات الصلة لحلها في أسرع وقت. أيضاً وافقت محافظة الأقصر على خفض الحد الأدنى للقبول بالتعليم التجاري الـ 180 درجة والتعليم الصناعي الـ 170 درجة، ويستثنى منه مدارس الأقصر الميكانيكية بنين وإسنا الصناعية بنين والدير الصناعية المشتركة وإسنا الصناعية بنات وأرمنت الميكانيكية بنين وأرمنت الصناعية بنات وحاجر الضبعية الصناعية المشتركة لتكون 180 درجة.